بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في لقاء متجدد يجمعنا بكم من خلال قناة دروز في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب الصف الثاني ثانوي المستوى الثالث في مادة الفيزياء. سوف يكون درسنا بعنوان الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. هذا الدرس من إعداد الأستاذ طلال الرشيدي ومن تقديمي أنا الأستاذ حسن مالكي، فحياكم الله. في البداية سنتعلم في درسنا لهذا اليوم أولا التعرف على علم الديناميكا الحرارية. ماذا نقصد بعلم الديناميكا الحرارية؟ وأيضا التعرف على الطاقة الحرارية والتعرف على الفرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والتعرف على الاتزان الحراري. هذا ما سوف نتعلمه بمشيئة الله في درسنا لهذا اليوم. في البداية دعونا نشاهد هذا الفيديو الذي سوف يظهر أمامكم لهذه التجربة. كما تشاهدون الآن يقوم بوضع هذه البالون على فوهة هذه القارورة. طبعا هذه القارورة خالية من الماء، تحتوي فقط على غاز، ونلاحظ عند وضعها في إناء مليء بالماء الساخن تنتفخ، تتمدد هذه البالون. بينما إذا وضعناها في الماء البارد كما تشاهدون الآن سوف تتقلص. إذا من يفسر ماذا حدث؟ لماذا تمدد البالون في المقطع السابق؟ وما العلم الذي يهتم بدراسة مثل هذه الظواهر؟ كما لاحظنا قبل قليل عندما وضعنا البالون في فوهة هذه القارورة وضعناها في إناء مليء بالماء الساخن وجدنا أن البالون ماذا يحدث؟ يتمدد. بينما عندما نضعه في إناء مليء بالماء البارد تتقلص. ما السبب في ذلك؟ من يفسر ماذا حدث؟ طبعا جزيئات الغاز ما الذي يحدث لها؟ يحدث لها أنها تمتلك ماذا؟ طاقة حركية أكبر عندما ماذا؟ عندما تتعرض للتسخين. عندما تتعرض للتسخين جزيئات الغاز ماذا يحصل لها؟ يحصل لها أنها تمتلك طاقة حركية أعلى، ويحدث أن تتصادم هذه الجزيئات مع بعضها البعض، وتتصادم مع ماذا؟ وتتصادم مع جدار البالون، فيحدث ماذا؟ يحدث تمدد لهذا البالون. ودراستنا للحرارة وما يتعلق بالحرارة من مفاهيم، هذا علم مستقل، وهذا العلم يسمى ماذا؟ بعلم الديناميكا الحرارية. ماذا يسمى؟ بعلم الديناميكا الحرارية. إذا دراستنا لتحولات الحرارة إلى أشكال أخرى، هذا علم بحد ذاته يسمى بعلم الديناميكا الحرارية. إذا بدأ هذا العلم في القرن الثامن عشر مع ظهور المحركات البخارية، مثل طبعا القطارات والمصانع ومضخات المياه والمناجم، وساهمت بشكل كبير في الثورة الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة، وتستخدم اليوم على نطاق أوسع سواء في التطبيقات المختلفة للمحركات مثل الطائرات وآلات التبريد وغيرها. وطبعا تهتم بدراسة تحولات الطاقة الحرارية إلى أشكال أخرى من أشكال الطاقة. إذا هذا هو علم الديناميكا الحرارية ومتى بدأ وما هي أهميته. لدينا كما تلاحظون جسم بارد وجسم حار. ماذا تلاحظون بالنسبة للجزيئات المكونة لهذا الجسم؟ تلاحظون أن في الجسم الحار تمتلك الجزيئات ماذا؟ طاقة أكبر، وتلاحظون أنها تتحرك بشكل أكبر، وهذه الأسهم تشير إلى ذلك أن حركة هذه الجزيئات تكون ماذا؟ أكبر. بينما الجسم البارد تكون حركة الجزيئات المكونة لهذا الجسم تكون حركتها ماذا؟ أقل وأبطأ. لماذا؟ لأن الطاقة التي تمتلكها طاقة حركية أقل. فإذا نستنتج من هذه الصورة أن عندما تمتلك الجزيئات المكونة للجسم أو المادة عندما تمتلك طاقة حركية عالية
تجعل الجزيئات تتحرك، وتجعل ماذا الجسم ماذا يكون، الجسم يكون حار، بينما الجسم البارد عكس ذلك تماما، الجزيئات المكونة للجسم تكون ماذا طاقتها الحركية أقل، وتتحرك بشكل ماذا أقل. إذن هذا هو الفرق بين الجسم البارد والجسم الحار. إذا لو أردنا تعريف الطاقة الحرارية، ما هي الطاقة الحرارية؟ الطاقة الحرارية هي مجموع الطاقة الكلية للجزيئات والذرات المكونة للمادة. إذا نقول تعريف الطاقة الحرارية هي الطاقة الكلية لجزيئات المادة. كيف يمكن حساب الطاقة الحرارية؟ نستطيع طبعا، الجزيئات المكونة للمادة تكون متفاوتة في مقدار الطاقة التي تمتلكها هذه الجزيئات، ولكن نستطيع حساب الطاقة الحرارية عن طريق ماذا؟ عن طريق طبعا حساب متوسط طاقة لكل جزيء طبعا مضروبة في ماذا؟ في عدد جزيئات ايش؟ جزيئات المادة. إذا بهذه الطريقة نستطيع حساب ماذا؟ الطاقة الحرارية. ونلاحظ أن الطاقة الحرارية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على عدد الجزيئات. إذا الطاقة الحرارية تعتمد على ماذا؟ على عدد الجزيئات. بينما درجة الحرارة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على متوسط ايش؟ على متوسط الطاقة الحركية للجزيئات، ولا تعتمد على عدد الجزيئات. إذا الطاقة الحرارية تعتمد على عدد الجزيئات، بينما درجة الحرارة لا تعتمد على عدد الجزيئات، إنما تعتمد على متوسط الطاقة الحركية. إذن الفرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة أن الطاقة الحرارية هي الطاقة الكلية للجزيئات، أي أنها تعتمد على إيش؟ زي ما قلنا على عدد الجزيئات، بينما درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجزيئات ولا تعتمد على عدد ماذا؟ الجزيئات. الاتزان الحراري، من خلال الشكل الأدنى ماذا نقصد بالاتزان الحراري؟ عندما نضع جسمين، جسم ساخن وجسم بارد، نضعهم بجوار بعض كما تلاحظون في هذه الصورة. تعلمون أن الجسم الساخن الطاقة الحركية للجزيئات تكون أكبر من الطاقة الحركية لجزيئات الجسم البارد. ما الذي يحدث؟ تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم ماذا؟ إلى الجسم البارد. وعند حدوث الاتزان يكون انتقال الطاقة أو تدفق الطاقة بين الجسمين ماذا؟ متساوٍ، فيصبح هناك تساوٍ في مقدار الطاقة الحركية للجزيئات المكونة للمادتين أو الجسمين. إذا هذا هو المقصود بالاتزان الحراري، يكون هناك تدفق وانتقال للطاقة من الجسم الساخن للجسم البارد إلى أن يصبح هناك تساوٍ في معدل انتقال الطاقة بين الجسمين، ويصبح هناك ماذا؟ اتزان حراري. طبعا يصبح لهما درجة الحرارة نفسها، الجزيئات تمتلك نفس المقدار من الطاقة الحركية. إذا هذا هو المقصود بالاتزان الحراري. هل يمكن أن تكون الطاقة الحرارية لكمية من الماء الساخن مساوية للطاقة الحرارية لكمية أخرى من الماء البارد؟ ولماذا؟ هل يمكن الطاقة الحرارية كمية من ماء ساخن هي نفسها للطاقة الحرارية لكمية أخرى من الماء البارد؟ طبعا لو تلاحظون في هذا المثال أمامكم، هذا جسم بارد يحتوي على عدد من الجزيئات، وكل جزيء يمتلك مقدار من الطاقة 1 جول. كل جزيء من هذه الجزيئات يمتلك 1 جول من الطاقة، بينما لدينا الجسم الآخر وهو أسخن طبعا يتكون من جزيئات، وهذه الجزيئات تلاحظ عددها أقل، ولكن تمتلك كل جزيء من هذه الجزيئات يمتلك طاقة أكبر مقداره 2 جول.
درجة الحرارة تعتمد على متوسط ماذا؟ متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المكونة لهذه المادة. طبعا هنا متوسط الطاقة مقداره 2 جول، هنا أيضا المتوسط مقداره 1 جول. إذا هذه الكمية من الماء راح تكون إيش؟ راح يكون متوسط الطاقة لها أكبر، إذا راح تكون إيش؟ أسخن، بينما هذه راح تكون إيش؟ باردة. إذا هذا بالنسبة لدرجة الحرارة. درجة الحرارة كما قلنا تعتمد على المتوسط. الآن بالنسبة لكمية ماذا؟ الطاقة الحرارية. كمية الطاقة الحرارية هي تعتمد على المجموع الكلي للطاقة. نلاحظ المجموع الكلي هنا مقداره كم؟ مقداره 12. طبعا كل جزيء يمتلك طاقة مقدارها 2، عدد الجزيئات هنا 6، إذا 2 في 6 راح يكون 12، إذا 12 إيش؟ 12 جول. إذا هذا إيش؟ متوسط الطاقة، أو عفوا المجموع الكلي للطاقة. هنا المجموع مقداره كم؟ طبعا لدينا 12 جزيء، لدينا 12 جزيء، وكل جزيء يحتوي على طاقة مقدارها 1 جول، إذا مجموع الطاقة هنا 12 جول. إذا نلاحظ أن الطاقة الحرارية للكميتين ماذا؟ متساوية. إذا هل يمكن أن تكون الطاقة الحرارية لكمية من الماء الساخن كما تلاحظون مساوية للطاقة الحرارية لكمية أخرى من الماء البارد؟ نعم، كما تلاحظون جميع كميات الطاقة للكميتين ماذا؟ متساوية، 12 إيش؟ 12 جول. طيب لدينا سؤال آخر، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تسمى الطاقة الكلية للجزيئات بالطاقة إيش؟ الحرارية. هل هذه عبارة صحيحة؟ نعم عبارة صحيحة. يعني عبارة إيش؟ صحيحة. نلاحظ أن البالون يقل حجمه إذا عرضته لأشعة الشمس. كما شاهدنا في التجربة، شاهدنا أنه مع ارتفاع الحرارة ماذا؟ يتمدد البالون. وأيضا البالون طبعا مع تعريضه لأشعة الشمس يزداد حجمه، لكن العبارة هنا كما تلاحظون، نلاحظ أن البالون يقل حجمه. إذا عبارة إيش؟ عبارة خاطئة. السبب هنا يزداد وليس يقل، ازداد حجمه. السؤال الثالث، الطاقة الحركية للذرات في المواد الصلبة لا تجعلها تتحرك بحرية مثل ذرات الغاز. هذه عبارة صحيحة. طبعا المواد الصلبة تكون الجزيئات والذرات المكونة لها تكون متقاربة وتكون الروابط قوية أكثر من المواد السائلة والغازية. فإذا هذه عبارة صحيحة. سؤال للتفكير، قد ينتج بعض الضباب فوق سطح الماء عندما نقوم بتسخينه طبعا قبل بدء الغليان مباشرة، فما الذي يحدث وأين يكون الجزء الأبرد من الماء في الوعاء؟ كما تلاحظون عندما نقوم بتسخين كمية من الماء ما الذي يحدث؟ طبعا الجزيئات القريبة من مصدر الحرارة طبعا تسخن بشكل أكبر من بقية الجزيئات الأخرى، وتقل كثافة هذه الجزيئات وتتحرك إلى أعلى، تتحرك تمتلك طاقة حركية أكبر وتتحرك إلى أعلى، فتصبح ماذا؟ تصبح الجزء الموجود في الأعلى، ها الجزء الموجود في الأعلى يصبح ماذا؟ أسخن، بينما الجزء الأسفل يكون أبرد. طبعا بعد لحظات من صعود الجزيئات الأسخن والتي تمتلك طاقة حركية أكبر بعد ارتفاعها إلى السطح، ما الذي يحدث؟ تبدأ تتفكك الروابط بين الجزيئات وتبدأ ماذا؟ يبدأ التبخر، عملية تحول ماذا؟ الماء إلى بخار. فينتج ماذا؟ بخار الماء، ويكون لماذا؟ يكون للضباب. إذن هذا بالضبط ما يحدث عندما نقوم بتسخين ماذا؟
كمية من الماء، طبعا يكون الجزء الأبرد من الماء ماذا؟ في الأسفل، يكون الجزء الأبرد من الماء في الأسفل، في أسفل الوعاء، بينما الجزء الأعلى يكون ماذا؟ أسخن. إذا أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. تعلمنا أن درجة الحرارة تتناسب طرديا مع متوسط الطاقة الحركية لجزيئاتها، وأن الطاقة الحرارية هي مقياس للحركة الداخلية لجزيئات الجسم وتعتمد على عدد الجزيئات، بينما درجة الحرارة تعتمد على ماذا؟ على متوسط الطاقة الحركية للجزيئات ولا تعتمد على عدد الجزيئات. إذا بهذا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن قدمنا ما يفيدكم بإذن الله، أتمنى لكم مزيدا من التوفيق. نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.